رب كده وتسحبوا حته كده معينه في الاتجاه ملهاش علاقه بينا خالص، الموضوع ملوش علاقه بالمنهج ولا حاجه، بس انا هقول لحضرتك بعد كده لو عندنا اي وقت اي مره ممكن نعدي على حته كده تفهم الانتجريشن بالنسبه لكم حاجه اساسيه جدا في اي ماده في اي حاجه ملوش علاقه بينا خالص. بس انت بقولها فكده لما هبتدي لو ابتديت دلوقتي انا مش باقي المحاضره نفسها هبتدي اتنطر ايه؟ لو انا عندي دايره رينج دايره دي يعني حاجه مليانه كده سوليد كده ديسك يعني الديسك دوت عايز ارسم اطلع قانون ان الاريا بتاعته باي ار سكوير. طب احنا عارفين القانون ده هو اصلا جه منين؟ عشان حد رفع ايده بس انا عايز ابدا اتكلم يعني هو جه منين؟ اصله منين؟ احنا كلنا حفظناه تمام بطريقه معينه. طب هو اصلا اتبنى على ايه؟ سمعت الموضوع يا شباب سمعت هو اتبنى على فكره ايه؟ اولا عشان اجيب حاجه تو دايمنشن يبقى انا محتاج اخد عينه تو دايمنشن ده اولا. طيب لو حاجه على شكل دايره اخد عينه مستطيل ملهاش اي معنى، لازم اخد حاجه تبقى قريب جدا في الشكل من ايه؟ من الشكل نفسه اللي انا عايز اوصله. يبقى انا بعمل ايه حضرتك؟ باجي هنا كده واقوم جاي راسم دايره كده على نوع ار. ايه الفرق بين ار سمول وار كابيتال؟ ان ار سمول بقى لكن ار كابيتال ده رقم ثابت لو في مثلا ده انا عايز اوصل لها ايه؟ طيب هل ينفع اعتبر دي عينه؟ هتقول لي مين بقى؟ اللي جوه الاسود ولا الخط الاسود نفسه؟ ده انا بتكلم عن خط الاسود. الخط الاسود نفسه ينفع اعتبره عينه؟ اليمنت هتقول لي اي بس ده ينفع لو حاجه وان دايمنشن. لكن اهو ايه؟ لان انا قصيت وفردته يطلع قيد وده وان دايمنشن. طب انا عايز اجيب اريا والاريا دي 2 دايمنشن ما ينفعش ابتدي بحاجه هي 1 دايمنشن هجمع عليها هتطلع اريا ازاي؟ تمام؟ يبقى محتاج الخيط ده او الخط ده يطلع يبقى له ايه؟ يبقى له سم يبقى له سم. طيب حد فاكر ان احنا عملنا حاجه زي كده قبل كده؟ عملنا ايه؟ انا لما كان عندنا ريكتانجل تمام؟ جيت رسمت خط والخط ده برضه ما كانش ينفع اشتغل عليه لوحده لان عايز احسب اريا. يبقى عملت ايه الخط ساعتها؟ حلو قوي عملت له سم سنس اهو وقلت ايه لو حضرتك تفتكروا قلت لو انا على مكون اكس والمسافه دي اكس فالسنس ده ايه؟ يبقى انا كسبته لمين؟ كسبته للمحور بتاعي قالوا كده. طب ما هو نفس الفكره بالظبط بس كل حكايه ان انا لفيت الارم بتاعي. طيب من اول السنتر لحد هنا على بعد ار يبقى السنس بتاعه اسمه ايه؟ دي ار ممتاز. السكنس بتاعه هظلله بالشكل ده كده واسميه دي ار. ممكن حد من حضراتكم يقول لي المساحه بتاعت الارم دي تساوي كام؟ هتقول لي بالشكل كده يعني هفكر هقول منطقي. طيب هقول لحضرتك بمنتهى البساطه قصها وفرنها. تمام؟ هنقصها ونفرنها. خمسه دي هوصها وفرد. لو فردت دي كده تطلع ايه؟ العينه الالمنت ده بص انا هعمل سهم هنا اهو الالمنت ده هيطلع ايه؟ ريكتانجل طوله كام؟ طوله مش انا كنت ماشي جوه كده سيركمفيرنس يبقى 2 باي ار والسكنس بتاعه كام؟ والسكنس بتاعه دي ار. طيب لما اجي اعبر عنه حاليا اكتب ايه كاريا ولا دي اريا؟ هي دي توتال اريا؟ يعني دي الاريا بتاعت الالمنت. يبقى لما اجي اكتب حاليا 2 باي ار دي ار اكتب جنبيها ايه ولا اكتب دي ايه؟ دي حلو كده؟ طب ايه المطلوب مني بقى؟ انا عايز الالمنت ده اجمع عليه، اجمع عليه من فين لفين؟ ها؟ اجمع عليه من فين لفين؟ جميل قوي، من اول السنتر لحد ما اوصل للحدود ايه؟ لو من السنتر معنى كده ان بقول لك انها كلها سوليد من جوه لغايه السنتر مفيش فيها حته مفتوحه زي مثلا فكره الورده او الصامولة او غيرها. تمام؟ باجي من السنتر لحد ايه؟ ما تخلص بالظبط. ايه راي حضراتكم؟ يبقى دي ايه؟ بنسمي 2 باي ار دي ار. حلوه هكتبها تاني اهو دي ايه؟ بنسمي 2 باي ار دي ار. اقوم عامل العلامه دي كده والعلامه دي. ايه اللي انا عايز اعمله ده يا شباب؟ انا عايز اجمع الاريا بتاعت الاليمنت عشان تطلع مين؟ من توتال اليمنت.
صح كده؟ جميل. هعمل انتجريشن التو باي كونستنت، يبقى لي ار دي ار من فين لفين؟ من زيرو لحد مين؟ ار كتب في الحاله بتاعتنا. طب لو كانت حاله فيها حته مفتوحه من النص، يبقى من ار واحد لار اتنين. تمام كده؟ طيب ايه رايك حضرتك؟ يبقى هنا اريا ايكوال تو باي الار الريشه بتاعها ايه؟ ار سكوير ار سكوير اوفر 2 والحدود من 0 ل 4. تمام؟ هتروح ال 2 مع 2 ويبقى لي ايه؟ يبقى لي ايه؟ بتساوي باي ار سكوير ماينس 0. هنا ماينس 0 ليه؟ لانها مقفوله تحت الصفر. طب لو كانت مفتوحه شويه كانت هتبقى ساعتها في ار اوفر. تمام كده؟ يبقى التوتال اريا بتساوي باي ار. تمام؟ صعب الكلام ده؟ احنا قلنا ايه قبل كده؟ قلنا ريكتانجل. تمام؟ قلنا المهم بتاع الدايره ولا ما قلناهوش؟ المهم بتاع الدايره ما قلناهوش؟ طيب هنسعى كده اهو كام دقيقه كده ممكن نقول حاجه زي دي كده فيها مشكله؟ انا عايز بس انمي عندكم، عايز اقول لحضراتكم ان ابسط الحاجات دي هي اللي بتخلينا نخش جوه عمق التكامل. تمام؟ عايز تفهم حاجه ارجع لاصلها ايه؟ ارجع هي إيه اصلا بتبتدي ازاي؟ بيفكر فيها ازاي؟ هتيجي تقول لي تاني هو انت ليه عملت صمت؟ لان انا عايز اجيب حاجه تو دايمنشن. طب لو عايز اجيب دلوقتي السنترفيرنس بتاع الدايره. هو السنترفيرنس ده ايه؟ تو دايمنشن؟ لا ده 1 دايمنشن، يبقى انا باخد ايه من الكيميائي؟ 1 دايمنشن. ما هو انا هاخده دلوقتي عشان انا هاخده، بس انا سايب فرصه لو حد يجيني لوحدي. تمام؟ يبقى انا دايما طب لما اجيب حاجه فيها فوليوم. طب ايه رايك حضرتك؟ لو عايز اجيب فوليوم بتاع كوره. كوره سوليد. ايه العينه بتاعتي؟ هتقول لي خلاص ما انا هاخد قشره كرويه اللي هي سبيريكال شيب، صح؟ بس سبيريكال شيب دي بتبقى تو دايمنشن. هتقول ازاي؟ دي حاجه كده مجسمه، لا حاجه مجسمه جوه فاضي، بس شيل يعني جوه فاضي. لو بصيتها كده وفردتها تبقى ورق. تمام؟ كده بقت تو دايمنشن، انا عايز اجيب 3 دايمنشن، يبقى مضطر اعمل ايه؟ قشره كرويه ليها ايه؟ ليها فوق. تمام؟ لو عملت عليها انتجريشن على طول تدفع الفوليوم بتاعها. ايه؟ انا ما زلت بقول عايز انمي عن ضحايا الحته دي، لو عايز احسب حاجه هي اصلا 1 دايمنشن يبقى العينه بتاعتي 1 دايمنشن، عايز احسب حاجه 2 دايمنشن يبقى العينه بتاعتي 2 دايمنشن، عايز احسب حاجه 3 دايمنشن يبقى لازم الالمنت بتاعي، الالمنت ده هو جزء مصغر من اللي انا عايز احسبه. ما ينفعش يبقى انا بحسب 2 دايمنشن بحط الالمنت 1 دايمنشن، طب انا هجمع عليه يطلع ايه؟ ما ينفعش بقى كده يتحول لايه؟ ل 2 دايمنشن، لازم ننمي الحته دي عندي، كده مثلا اللي انت عايز تنقل. طيب نشوف نفس الدايره دي لو احنا عايزين نحسب الانسان تقديرا بتاعها. طيب هنرسم نفس الدايره اهي والريديوس بتاعها ار برضه وهنقول اس بتساوي 2 باي ار. دي هتيجي منين بقى؟ طب انا عايز امشي مع المحيط اجيبه كله، يبقى اخد ايه؟ جزء منه، ايه الجزء منه ده؟ وعلى فكره الحته دي سهله احنا اشتغلنا بيها قبل كده في السيمتر اهو. هاجي اعمل ايه؟ هاجي على حته كده واعتبرها ايه؟ طبعا مش هديها سكر. لا، هقول ان ده مين؟ دي اس. طب ليه سميته دي اس؟ اصل ده كيرف، لا هو اكس ولا واي ولا زد ولا في اتجاه زد، ما ينفعش تسميه اصلا. حلو كده؟ هتقول لي طب ايه سميته دي؟ انا ما خدتش الفاضي كده كله، انا خدت جزء. تمام؟ ايه رأي حضرتك؟ الدي اس ده مش هنا في حاجه اسمها هنا في حاجه اسمها ار، صح كده؟ هتقول لي اشمعنى انت ده ار كابتن؟ هو طول ما انا بلف ثابته ولا صغير؟ يبقى تفضل ار. طب السيتا بقى اللي هو هتتكتب ايه؟ سيتا ولا دي سيتا؟ ليه حضرتك؟ لإن جزء مقوس يعمل جزء من الزاوية. هتقول لي لا، اشمعنى دي سيتا ودي اس والار زي ما هي؟ تاني، الار طول ما انا بلف دايم دايم كده هي نفس الريتم. هي ثابتة. لكن لو انا خدت قوس صغير بيبقى ناظر زاوية صغيرة. لو خدت قوس أكبر بيبقى ناظر زاوية أكبر. طيب لما أحب أخلص القوس كله
كده يبقى انا خدت الانج اللي انا عايزها كلها. حلو كده؟ ايه راي حضرتك؟ حد يقول لي كده حته ايه؟ هو مين الاليمنت بتاعي اسمه ايه؟ سي اس. يبقى سي اس تساوي كام؟ ار في تي سي. خلي بالكم ان اول سطر بيتكتب هو ده الفكره. والباقي بعد كده بيخلص. الباقي بعد كده ماس. وهتقولي يعني فيزكس اتكتبت بس هي دي الحته اللي في النص. لكن اول ما تتكتب خلاص الباقي. طب هعمل ايه؟ انا عايز اعمل انتجريشن، عايز اجمع على كل الاليمنت الصغيره دي لحد ما اطلع مين؟ اس. خدت بالك انا بكتبها ازاي؟ انا عايز اعمل انتجريشن على الكلام ده كله يطلع لي التوتال بتاعه. فده هو ده نفس القصه اللي احنا بنشتغل عليها. طيب ده هاجي هنا اقول ايه؟ يبقى هعمل انتجريشن على كل الدي سي. طب والار راحت فين يا جماعه؟ ما هي الار كونستنت في الحالات، ايه ده يعني على طول كونستنت؟ مفيش حاجه اسمها ار. كل مساله كل حاجه ليها فرق. تمام كده؟ يبقى هنعمل ايه؟ يبقى اس ار. الانتجريشن من فين لفين بالمناسبه؟ لو انا كنت مني هنا من عند محور اكس ثيتا بزيرو ولفيت لفه كامله لحد ما اخلص. تمام قوي. يبقى من زيرو لمين؟ لاثنين مرة. يعني كده ملامحها بارده. تكون دي ثيتا اللي هو مين؟ اللي هو سي. يبقى هيجي اقول اس بتساوي ار في ثيتا من زيرو لاثنين مرة. هعوض بالحدود اللي فوق ناقص التعويض مين؟ اللي تحت. يبقى اس بتساوي كام؟ ار 2 باي ماينس 0 يبقى اس بتساوي 2 باي. تمام؟ طيب معنى كده لو عايز دايره كامله يبقى هرد من 0 ل 2 باي، لو عايز نص دايره هيبقى من 0 باي، لو عايز ربع هيبقى من 1. طب ليه بكتبها باي او 2 باي وات ايفر؟ لان انا بحب دايما لما اتعامل مع رقم وسط ارقام بعوض على الزاويه بالراديان مش بالدي جي. تمام؟ طيب ده كده كويس. يعني لو قدرنا المره الجايه برضه ممكن اقول لكم تبقى برضه نديكم كده يا ريت تفكروا فيها قبل ما انا هشتغل فيها مثلا لو قدرنا المره الجايه. اللي هي الفوليوم بتاع الكوره. الفوليوم بتاع الكوره ازاي الفوليوم يطلع 4 اوفر 3 باي ار ازاي هذا الصوت؟ قلت انا غشيت لكم حته اهو هاخد ستاري كرشين واديها صوت. تمام؟ طيب عايز اشوف كده اخبار كده الناس من الاسبوع اللي فات لحد دلوقتي. هل في حد قرر يستمر في المذاكره؟ ولا الحمد لله خلاص وقفت؟ وقلنا احنا كده ناصرنا ناصرنا خلاص كده الحمد لله احنا عملنا اللي علينا بس ما فيش حاجه هتحصل يعني ولا ايه؟ ها؟ لسه ان شاء الله في امل؟ طب الحمد لله. يا شباب سر من اسرار النجاح الاعدادي اللي بيستمر بعد الميد ترم ده بينجح فعلا وبيجيب تقدير وعي. اللي بيقف ويهبط ويسقط كده خلاص ويركن ده كده من اول كده لولا حضرتك كده معانا السنه. هتقول لي معقولة؟ أصل هيبقى حضرتك إيه؟ اللي فات الأسبوع اللي فات بتاع الميد تيرم ده كان هو ده كده أول اختبار حقيقي لحضرتك. هتستحمل وتكمل؟ تمام؟ ولا خلاص؟ قلت خلاص بقى خد يوم كام مادة في الصندوق؟ مش مادة فيزيكس بس، كام مادة بقى في الصندوق؟ تمام؟ فخلي بقى حضرتك فعلاً فعلاً لما تخلص كده السنة إن شاء الله وتعدي على خير تفتكر الكلمة دي كويس. باشمهندسين معقولة يلا اتكلم يا حضرتك تتكلم. ما ينفعش احنا عايزين نتكلم مع بعض. سامعني يا باشمهندس؟ والله هيجي بقى يسلم اللي انت بتتكلم. تمام؟ باشمهندس اللي ورا، يا رب اتكلم احنا عايزين نتكلم. بقول لكم انتم متخيلين ان الواحد عشان قدامه عدد كبير ما بيبقاش شايف تفاصيل. مش خالص. طيب يبقى المره الاخيره يا شباب احنا بنشتغل العمل النفسي هو اهم من اي حاجه بتحصل. حضرتك ما زلت بقول حضرتك الفتره اللي فاتت هي بس وقفتك كده واقفه مع النفس. وما زلت بقول انها واقفه مع النفس انها واقفه حقيقيه. تمام؟ في ناس على فكره في التصوير في ناس جايبه درجات كويسه. اللي جابوا درجات كويسه دول جابوها منين؟ لو احنا شايفين ان كل حاجه مستحيله. تمام؟ في ناس جايبه درجات على فكره قريب جدا من 20. تمام؟ طب في ناس جايبها منين؟ خلاص انا معيش الدفعه كلها، هو كل واحد فينا بيصحح جزء، خلاص يا عم كانت النتيجه على وشك انها تنزل طيب. على وشك يعني مش النهارده، عشان بس معيش حد عمال يبعت لي، على وشك دي احنا بنجمعها من كل الناس اللي بتصحح، فده حاجه بسيطه جدا. يعني انتظروها خلال كام يوم.
طبعا كل نقطة ينزل تلاقي الناس كلها ايه؟ يعني مطلوبة طبعا. لا لسه لسه ده يعني غالبا كده هيبقى اخر اسبوع بالكتير ان شاء الله. على الموضوع مثلا. طيب باشمهندسين المرة الأخيرة يا ريت كل واحد كده يحسب حساباته يتأكد هو كان موقفه ايه؟ هنبتدي نشتغل مفيش حاجة اسمها فرع وسط فرع أو أنا كنت مهتم بكذا وسايب كذا. اسمع الكلام ده. أنا بشوف أحل مشكلتي ده ازاي وأحل مشكلتي ده ازاي. ده كونسبت ما عندنا في الحياة. ايه؟ قدامنا قد ايه دلوقتي؟ قدامنا 4 أسابيع. جايين ليه؟ لان حضرتك امتحانات التايتل هتبتدي 3 يناير. وتلاقي حضراتكم جايز بالنسبه لكم حاسب كده ظهر جدول هتلاقي فيه ايه؟ فيه التوزيعين مواد. طبعا الترم الاول في ميزه مش هتلاقيها في الترم الثاني خالص. في الترم الاول تمسيح 4 مواد بس فكل اسبوع ماده. تمام؟ هتقول لي بس كده انا بقيت بقى في ايه؟ ايام العز. يعني 7 ايام بس. ده انا هفضل رايح جاي بيزكس رايح جاي فيها كده يعني وقت خالص. معلش هبقى اديكم شويه نصايح كده في المحاضره لان في ناس كتير قوي بتتخدع من الاسبوع ده. تمام؟ ايه؟ الترم الجاي تبقى عندك امتحان تاني 6 أو 7 مواد. طب تلاقي نفسك بقيت يوم بقيت مرتين في الاسبوع او طب تلاقي المده تبقى اقصر. بس حقيقي الترم الجاي بيكون اقصر خبره من كده. تمام؟ طيب دي
دي كذا طريقه اثبات. اوكي هناخد منها النهارده طريقه بفكر معين عشان حسب الكتاب ده. طيب بعد كده هنحل عليها اكزامبل. هناخد حاجه اسمها effect of force on surface of liquid اللي هي الرسمه دي. لو انا عندي مولكيولز موجوده في سطح سائل واقل واقل، هل كلهم معرضين لنفس الفورسز؟ ده سؤال عايزين نرد عليه، وبناء عليه هنخش على ظاهره السيرفس. اوكي بعد كده هنخش على كان طبعا هنكتب الاكزامبلز، هنخش على مفهوم السيرفس تنشن ونجيب القانون بتاعه بطريقتين. بعد كده هنخش على بريشر اند كونفكشن، وده المفروض ان فكره ظريفه جدا. هنطلع منها ابلكيشنز. ابلكيشنز هنا يعني قوانين، مش ابلكيشنز اللي احنا بنحكيها. هنطلع منها قوانين على خمس حالات، بعد ما نقولهم هنبتدي نحل عليهم مساله. وبعد كده نتكلم عن حاجه اسمها انجل اوف كونتاكت. هو ليه لما ارمي ميه على سطح ازاز بتمشي كده، وليه لما ارمي ميركري لو عندي لو عندي اللي هو الترمومتر لو في ميركري جواه لو اتكسر وقع منه، وقع الميركري ده على ازاز عليه بيجمع شكل كوره. تمام؟ بيجمع شكل كوره ليه؟ قطره المطر بتنزل بشكل كروي ليه؟ فقاعه الصابون اللي بطلعها من الجامعه بتاعت البابلز العاديه دي لما بتخرج كده من البابلز دي مش هتاخد شكل كوره. هو ليه دايما في شكل كوره في الموضوع؟ عادي. ده سؤالي اتردد عليه النهارده. ما ينفعش اروح وانا مش عارف الحاجات دي تاخد شكل كوره ليه؟ مره قلتها في يوم من الايام طالب حاطط لي فيديو ان فقاعه الصابون دي بيكونوا فيها بابلز اشكال مكعبات. دايما تشوف في العلم كده وفي ناس بتحاول دايما تخترق الشيء الطبيعي. عشان اقول لكم انتوا الحتة لو قعدتوا تعبس على حاجات النهارده هتلاقوا كمية من الفيديوهات فعلا فعلا ممتازة شيقة جدا. ظواهر السيرف سيكشن دي من الظواهر الشيقة جدا جدا. طيب اول حاجة بريشر ان افلو. هو مفهوم البريشر ايه؟ انه معدل بسيط قوي البريشر. لما اجي اقول لك الضغط، انت عليك بتاعه بالنسبة لك انا بتكلم على الزوايا هتقول لي يساوي ايه عليك؟ هتعرف؟ اب فورس على اريا او ايه؟ ها؟ هتكتب فورس على اريا او ايه؟ او دي اف على دي ايه؟ اللي هي الصيغه التفاضليه ساكنه. بريشر بيساوي فورس على اريا او دي اف على دي اف. تمام كده؟ اليونت بتاعتنا ايه؟ ها؟ الستاندرد نيوتن بير ميتر سكوير. دي الستاندرد، لكن بعد شويه هنكتب كده كام يونت معروفه. احنا بنتكلم عنها في الضغوط بتاعت السوائل او الحاجات دي. طب لو عايزين نجيب بريشر بتاع اي ايليمنت في المكان ده كده، طب هو الليكويد ده بيتحرك ولا واقف؟ هتقول يعني ايه؟ يعني اصل الكلام ده كله خاص بحاجه اسمها ايه؟ الشطر ده ساعات بيتشرح بمبدا كلمه سيرف اسنشن، وساعات بيتشرح تحت مسمى هايدروستاتيك. الشطر الجاي هايدروديناميك. تمام؟ هتقول لي بيستخدموا كلام الميكانيكا؟ لا، هي نفس الفكره. هايدرو يعني حاجه سائله. اوكي؟ وهي واقفه وهي متحركه. فخلي بالك حضرتك كويس جدا من اللي انا بقوله ده، ان الوضع ده وضع ستاتيك، الفلوز ستاتيك، سائل ساكن. هتقول لي ايه خير؟ هو القانون اللي هطلعه ده ما ينفعش لو كان بيتحرك؟ هنعمل الكلام ده بقى في الشطر الجاي. ان هو ما ينفعش لو كان بيتحرك، لان مش هينفع يطبق القانون اصلا. كده؟ طيب ومن هنا هنسال نفسنا سؤال، هو انهي جنرال كيس؟ السائل هو واقف ولا السائل هو بيتحرك؟ السائل هو بيتحرك، وعشان كده هطلع في الشطر الجاي معادله ضخمه جدا حلوه جدا ممتازه يعني شهيره، وتطبق على السائل بقى وهو ماشي، ولو وقف ساعتها بنكسر السرعه اللي فيه، ساعتها يبقى نفس المعادله تنفع لمين؟ على السائل هو ماشي. بس الجنرال كيس هي دايناميك والسبيشال كيس هي ايه؟ طيب بالمناسبه برضو عشان برضو دي حاجه جايه تكون ما تعرفهاش، لما احب اعبر عن ان السطح ده تحتيه سائل بعمل العلامه دي بس. العلامه دي علامه ستاندرد كده، علامه كده معناها ان الحته دي فيها سائل. طبعا حضراتكم عندكم مشكله قديمه شويه، لكن لما تحب تعبر عنه بتقعد تنقط. تمام؟ وقاعد بقى بتفكر في المساله فمش عارف تحلها، فقاعد تقعد تنقط 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 اللي هو بتسري وقتك يعني. تمام؟ لا، هو كل حاجه ليها ستاندرد، هو العلامه دي كده معناها ان الحته دي فيها سائل. طيب ايه رايك حضرتك لو عندي ليم صغير قوي على ارتفاع واي عباره عن بوكس صغير الاريا بتاعته ايه؟ السطح بتاعه ده ايه؟ تمام؟ وليه سم في بي واي. ايه رايك حضرتك؟ متعرض ليه؟ ده واقف ستاتيك ستاتيك يعني واقف. هو ايه الحاجات اللي مأثرة عليه؟ أول حاجة أكيد طبعا هي مين؟ هي الوزن دي ده
والمره بقى الكوبي ده بيجي يمين هي مين؟ هي ها دي ام في جي صح؟ مش هي المفروض تبقى ام جي الويك هو ام جي؟ اه بس دي عينه كتله صح كده؟ عينه كتله ليه اسمها ازاي؟ ها يبقى رو من دي فوليوم في جي. طب ودي فوليوم اللي هو مين؟ ها ايه الاليمنت ايه؟ ايه الفوليوم اللي هنا؟ مش عندي اني مساحه مقطع اني ايه؟ صح كده؟ فارتفاع مين؟ دي واي يبقى بتساوي كام؟ رو في اريا في دي واي في جي. تاني الويت هو ماس جاذبيه. طب الماس هو مين؟ رو فوليوم. طب الرو ساب والفوليوم هو مين؟ ده الفوليوم بتاع اريا اللي هو مين؟ اريا بس في ارتفاع اللي هو كيو. تمام كده؟ ايه تاني بيأثر على مين؟ بس كده؟ هي مجرد الوزن؟ ما هو لو الوزن بس يا جماعه كان زمان هتفضل نازله. تمام؟ في حاجه اسمها ايه بقى؟ في حاجه من تحت اسمها البريشر. تقول يعني لما بروحش بقولي بريشر، لا ما انا نسبت للبريشر دوت هو اللي عند ارتفاع الوزن. طب لو بي عند ارتفاع الوزن يبقى الناحيه الثانيه مين؟ ها؟ الناحيه الثانيه مين؟ باعتبار ان في واي ودي واي. هيبقى بريشر زياده شويه بي بلس بي. ريلاتيف لمين؟ ريلاتيف للارتفاع من تحت. طيب يا حضرتك انا بقول لك ان عند ارتفاع واي البريشر هسميه بي، يبقى عند ارتفاع واي بلس دي واي هسميه بي بلس ايه؟ دي بي. ولسه انا عارف ان دي كده مشكله خلاص خالص بعد كده هي هتحل لوحدها. تمام؟ طب ايه اللي حصل يا شباب؟ هو في حاجه اسمها بريشر من تحت؟ اه طبعا حاجه اسمها بريشر من تحت. انا رايي دايت ملتزم ليه؟ ان عليا ضغط من جميع النواحي، عليا ضغط كده تقول لي اه بس انت من فوق بس، لا طبعا. لا طبعا ده من فوق ومن الجنب وكل حاجه محسوب كله زي بعضه اه وعشان كده رايح منتظم. تمام؟ في حاجه اسمها وانا واحنا دلوقتي خارجين من المدرج. هو انا خارج اول واحد ولا انا بخرج في وسط الناس؟ لو انا خارج اول واحد فاللي ورايا بس هو اللي هيزقني صح؟ لكن مفيش حاجه قدامي من لكن لو انا خارج وسط الطلبه والناس كلها بتزق بعضها يبقى انا بزحف لورا بفرصه معينه تمام؟ وفي حد قدامي نتيجه ان هو قدامي وما بتمشيش اسرع مني فده بيقاوم الحركه. تمام كده؟ ففي فرق لما اكون اول واحد في فرق لما اكون محشور وسط الناس. في فرق اللي ماشي فده اللي حصل بالظبط، في ضغط من هنا وفي ضغط من هنا، في كل مش هنا. نتيجه فرق الارتفاع. هو ده اللي عايز يقوله. سيبك بقى من مين اكبر من مين، هنحل المشكله دلوقتي بالمعادله بتاعتها. اوكي؟ طيب يبقى لما اجي اقول هو ده ستاتيك؟ اه ستاتيك، يبقى سيجما الفورس بكام؟ سيجما الفورس بكام؟ فيزيك، جميل قوي، هنكتب مين بقى؟ هنكتب ان في حاجه اسمها بريشر في الاريا اللي فوق. هلا هو ينفع اكتب الفورس انها بريشر؟ لا طبعا، لكن انا ضروري ان الفورس هي بريشر في مين؟ في الاريا، اه. فورس هي مين؟ بريشر في مين؟ في الاريا. ها بلس ولا ماينس؟ البريشر بس اللي طالع لفوق لكن الباقي نازل لتحت يبقى ماينس ها بي بلس دي بي في الاريا. صح كده؟ طب والويت؟ ماينس دي دبليو بتساوي زيرو. في حاجة تروح مع بعضها؟ في حاجة تروح؟ اه ايه هي؟ البي دي كلها تروح مع البي في الاي. صح كده؟ هيبقى لي مين؟ ها؟ ايوه ايوه تمام كده؟ هيبقى لي مين؟ هيبقى لي ماينس دي بي في الاريا تمام؟ ماينس رو في الاريا في الدي واي في جي بتساوي زيرو. نمسح بقى الحته بتاعتها. في حاجه برضه هتروح تاني؟ ايه هي؟ ممتاز، حاجه اسمها هتروح تاني. جميل. حلو كده؟ طيب ايه رأي حضرتك؟ لما اكتب المعادله دي على زيرو دي بي على دي واي بتساوي ماينس رو في الجي. هتقولي لا ده ماينس مع ماينس، لا ما هي دي لما تروح الناحيه الثانيه هتبقى ايه؟ ناحيه بلس وناحيه ماينس، طب المعادله فيها ماينس واحد. حلو كده؟ دي بي على دي واي بتساوي ماينس رو في هتقولي انت كتبتها على الصيغه دي ليه؟ ما تخلي دي الناحيه الثانيه، لا انا ما خلص يا ابني. هتقولي انت ما تخلي دي الناحيه الثانيه. تمام؟ لا انا بس انا هخليها الناحيه الثانيه حالا وهكمل الناحيه الثانيه. بس هو بنكتبها ساعات على الصيغه دي عشان ساعات من الثانيه بتبتدي جايه مزيكا. ان انا ببتدي فورمة ان دي بي على دي واي بتساوي ماينس رو في جي. تمام كده؟ لكن ايه رأي حضرتك؟ وانا محتاج اكملها كده؟ عشان ما تفتحش الكود ده عشان تحط ده وخلص كده. هقول ايه بقى؟ دي بي بتساوي ماينس رو جي في دي واي.
طب ده شكل انتجريشن. هعمل ايه بقى؟ هعمل انتجريشن زي ما احنا لسه شغالين شويه من فين لفين. هسميها بي 1 دي بي 2 وهنا واي 1 ومين واي 2. الضغط للنقطه الاولانيه والنقطه الثانيه والواي ما بين النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه. ده فرصه بتعمله انا ما بجيبش حاجه ما بركزش على حاجه معينه. يبقى اهو بي 2 ماينس بي 1 بتساوي ماينس رو جي واي 2 ماينس واي 1. حتى لو طلع عليك كده هي حاجه فرضيه تمام؟ طيب نرجع بقى للرسمه اللي جنبيها. ايوه مين النقطه رقم واحد؟ انا معتبرها لا مختلف هي النقطه اللي بعدها الصح. مين النقطه رقم اثنين؟ النقطه اللي انا عايز اجيبها انا عايز اجيب بريشر عند النقطه اثنين بكام؟ معدله ايه؟ لو عايز اجيبه اعوض ايه؟ تمام؟ طبعا سهل ده الكثافه بتاعته. يبقى بي 2 تفضل زي ما هي بي 2 ماينس بي 1 اللي هي مين؟ بي ايه؟ بتساوي ايه راي حضرتك؟ ماينس رو جي هو واي 2 ماينس واي 1 يطلع بص فرنيجا من الرسمه واي ايوه ممتاز واي 2 ب 2 سم واي 1 ب 5 سم يبقى 2 ماينس 5 يطلع بكام؟ ماينس 3 صح كده؟ بدل ما اكتب ماينس 3 بقى هكتبها ايه؟ ماينس اتش. تمام؟ طب ايه الفرق بين مفهوم واي ومفهوم اتش؟ لا في فرق بقى واي هي متقسمه من الارض. من القاع. لكن اتش متقسمه من يعني عايزين نتكلم الحق يعني المفروض السهم ده يبقى رايح بس كده. متقسمه من هنا. من السطح الثاني. وعشان كده انا هقول ايه؟ الضغط في عمق ثابت. عمقه منين؟ بقيس الريفرنس للسطح الثاني. تاني؟ يبقى الواي هي ريفرنس من الارض وانا طالع. لكن اتش هي ريفرنس من السطح وانا نازل. تمام كده؟ ايه راي حضرتك؟ في حاجه كده هتختفي؟ هتختفي ايه بقى؟ هتختفي الماينس دي مع مين؟ مع ماينس دي يبقى بي 2 بتساوي بي في بلس رو جي. هتقولي ما احنا عارفين المعادله دي قبل كده. عارفين بس حابين انا اوريك الاجابه ازاي. وهنشط الشطر الجاي لما نشتغل الديناميك هنشوف لو هي حاله خاصه منها هيطلع نفس المعطي ولا تمام كده؟ مفيش مشكله نشوفها بكذا طريقه. سؤال بقى لحضرتك تكنيكال جدا هو كل النقط اللي على عمق اثنين نفس البريشر؟ هتقول يعني ايه؟ اللي هو الثابت يعني هو الثابت يعني تبقى ليه سبع صح كده؟ كل النقط دي نفس الضغط؟ ايه الدليل؟ تقيس السعر ما اتحركش. تمام؟ لو هي مش نفس الضغط لازم لو في فرق في البريشر هيتحرك هيعمل حركه. لكن كلها ثابت وكلها او كلها نفس البريشر بي ايه؟ كلها نفس الرو نفس الجي ونفس مين؟ اللي هي فكره بقى ايه؟ نظريه الاوالي المستطرقه. اللي احنا عنها دايما بيقول لك اشكال مختلفه تلاقي السعر كله واقف في نفس الليفل. ده نفس الفكره. تمام؟ طب لو انا عملت نفس الشكل ده
بس عنده ربوطه ميه هتطلع قد ايه؟ هتطلع على ارتفاع 10.34 متر. يبقى افضل ان اعمل حاجه لما احب اقيس بقى بص كده بقى لما احب اقيس بريشر للمنطقه كده لما استخدم فكره اللي هي المانومتر استخدم ايه؟ او البارامتر يعني اسمها فكره البارامتر استخدم متري ولا ووتر؟ متري طبعا لان الووتر عشان كثافته اقل من المتري بكتير فمحتاج يطلع مسافه طويله. طب ال 10 متر وشويه دي ليها معنى عندنا يا جماعه؟ يا معنى ودي هتعرفك ان في العادي لو انت عايز ميه تطلع كده عارفين فكره يقول لك ان في ناس كده في اماكن معينه بسيطه قوي بيبقى لك حاجه اسمها ترومبا والترومبا دي بتطلع ميه وات ايفر هي فكره انك تعتمد ان يطلع لي ميه نتيجه ضغطها نتيجه ضغط خلي ضغط بس اقصى ارتفاع ممكن توصل له ميه 10.3 متر علاج عدد ثلاث ادوار في كده لكن اعلى من كده دايما بحتاج شغل مواتير عشان حاجه ترفع حاجه كده ضغط تحيزي وتنفشن هي تزق الميه الجاي تمام كده؟ لكن المركي ينظر كام؟ 76 سنتيمتر ايه رايح حضرتك يبقى في اتموسفير لو انا حسبته بالمفهوم بقى بتاع رو جي اتش ده لو حسبت رو جي اتش اولا في حاجه بسميها واحد اتموسفير هي واحد ضغط جو اسمها كده واحد ضغط جو او بتبقى 1.013 نيوتن بالمتر سكوير اللي هي الوحده الستاندرد اللي احنا طالعينها في الليله او بسميها هي بالظبط باسكال بي ايه اللي هي باسكال مش بي ايه يعني ضغط الجو يعني هتبقى حاجه كده اهو باسكال او ايه بقى 1.013 بس هتبقى بار دي واحده اسمها في واحده كمان على فكره مش اسمها تور تي او ار بس محتاجينها حاجه اوكي هتقول لي يعني احيانا كده ممكن استخدمها كده لو انا ما اديتهاش جيم في الامتحان لكن لو اديتها جيم في الامتحان يبقى استخدمها زي ما هي كده لو انا اديتها جيم في الامتحان استخدمها زي ما هي والله كتبت لك انا واحد في تمبا وفايف ماشي كتبت لك بالشكل ده استخدمها ان احنا بنبقى بتاعي احنا حاسبين المود الاصغر بتاعنا على الحسابات بتاعت الجيم اللي انا اوكي كده يبقى احنا فعلا خلصنا المنطقه طيب ورك اكزامبل رقم واحد بيقول لك لو البريشر عند سطح البحر اسمه بي رو والدنسي بتاعت الهواء اسمها سميتها رو رو المفروض كل ما اطلع لفوق نتيجه فرق درجه الحراره يحصل تغير في البريشر وتغير في الدنسي قال لك هنعتبر مجازا ان الدنسي بتتغير بس ما مش ديبند اون تمبريتشر يعني عايز اقول لك ان هو الاضطراب اللي عنده ده لو كانت هتعمل على الكونفكشن كان هيضطر ينطلق معادله معينه لا هو ما عندوش معادله معينه بيقول لك هنا في نو وهنا رو نو كل ما اطلع لفوق مع الواي البريشر اهو ليه قيمه وهنا في حاجه اسمها رو ثانيه تمام كده؟ ممكن تكتب لي هو بيقول لك ممكن تكتب لي ايكويشن اللي هي البريشر فاليبل مع الواي طول ما انت طالع لفوق ده كده هو النظام رقم واحد هنعملها فيها ازاي؟ كان في معادله هنا من شويه اللي هي كانت دي بي باي دي واي بتساوي ماينس رو جي اقدر اسميه فيها حاجه دي اشرب هو البريشر ديبند اون ايه؟ هتقولي مع الارتفاع ماشي ما هو هقول مع الارتفاع ايه تاني ممكن يكون ايه تاني ممكن يكون غير؟ هتقولي يعني ايه؟ هو تقولي يعني ايه؟ اقول لك لما كتبت من شويه دي بي بتساوي ماينس رو جي دي واي لما جيت اعمل انتجريشن انا عملته فين؟ انا قلت عملته في الواي ليه؟ لان سبت رو ثابته هو هنا رو ثابته؟ لا يبقى المسألة دي ما ينفعش العلامة دي تعدي، لازم تبتدي من هنا. هتقول لي جي تخرج، جي تخرج، ماشي، لكن الرو لا ما تخرجش. الرو ما تخرجش. طب نعمل فيها ايه؟ علاقة بسيطة جدا اللي هي اللي أنا مديها لك تقريبا جيم يعني، لما تقراها في الكتاب هيقول لك إن البريشر يعتمد على دي علاقة مباشرة مع الرو. تمام؟ أو قال لي يقول لك البريشر دي علاقة مباشرة مع الرو، يبقى أقدر أقول إن الرو بتساوي كام؟ رو نوت في بي على بي على بي كده حليت المشكله؟ كده حليت الفراغ؟ طبعا هتقولي ليه؟ اقول لحضرتك ليه؟ لما اجي اقول لك دي بي سنس دي بي بتساوي ماينس رو جي دي واي
يبقى دي دي بنساوي ماينس حط مجالها كده تقول تاني رو نوت في بي على بي نوت في جي في دي واي. ده الحل الرئيسي. افهم ليه بقى؟ بص حضرتك كده هجيب دي بي هنا تمام؟ واقسم على بي اللي كانت موجوده هنا. بنساوي ماينس رو نوت على بي نوت في جي. ايه راي حضرتك في كل الكود ده؟ فرصة ولا بارد؟ لا فرصة تمام؟ هما كانوا بعد كده كان ايه؟ كانت المشكلة في ايه؟ المشكلة كانت في ايه؟ المشكلة ان اللون دي كانت بارد واللون دي فاهمة في مين؟ في البريشر تمام كده؟ فأنا جبت علاقة ايه؟ ما بين اللون والبريشر تاني بالشكل ده. قال لك أنا حاطط ثلاثة ده في بين دول ده تمام كده؟ يبقى هو ماينس رو نوت في بي على بي نوت جميل؟ هجيب بقى البريشر الناحية دي. ليه بجيبها الناحية دي؟ عشان أعمل صيغة الانتجريشن تمام؟ طب اعمل ايه بقى؟ خدنا الفكره اللي جبنا قبل كده ولا ما خدناهوش؟ اللي هو ايه بقى؟ لين اللي هو واحد على اكس، الريشه بتاع دي اكس على اكس بكام؟ لين اكس. طيب لما اجي اقول لحضرتك هنا اهو من بي نوت لحد بي اللي انا في اي مكان يعجبك، واقول لك هنا من زيرو لحد واي. هو انا ليه كتبت واي بزيرو؟ انا بس الاثر على فكره ضغط جوي من اس من اس مع ضغط البحر. فهنا كده مفيش واي، كل ما انا طالع لفوق كده الواي بيتغير. بريشر بيتغير مع البحر. تمام كده؟ دي بي بقى على مين؟ في مين؟ لين لين ايه؟ من بي. طيب من بي نوت لبي دي قاعده شهيره كده ولا مش عارفينها؟ طيب عارفين؟ مش مشكله خالص، نقول على جنب بسرعه كده، هي كده بس تبقى مش عارفاها يعني. ايوه هنقول اهو. بص يا شباب بعد ما تقول انتجريشن دي اس اوفر اكس من A لبي بتساوي لين اكس من A لبي بتساوي لين بي اوفر اي اهو. دي الرقم اللي احنا مسجلينه. يبقى لما اجي اقول لك انتجريشن اكس دي اس من A لبي في الاخر هي مين؟ هي دي في الاخر لين بي على بي. طيب بتساوي مين الناحيه الثانيه بقى؟ ماينس رو نون على بي نون في جي في مين؟ في واي. ليه في واي؟ لان انا هحط واي واكتب بعد كده من جي لواي بعد كده تطلع برضه في الاخر مين؟ واي اهو. هعوض هنا مره بواي ومره بي. طبعا في كده الناس هتقف فيها مشكله شايفها كده في عيون بعض الناس. هو انت كنت كاتب هنا بي وكنت كاتب هنا نفسها بي صح كده؟ ورجعت حطيتها هنا بي. هو انت بتعوض ولا ما بتعوضش؟ على سؤال لو انا عايز اعوض من واحد لاثنين كمسافات ولا عايز اعمل معادله عامه بلد كل بريشر قصاد الواي بتاعه؟ تمام؟ هتقول يعني ايه؟ ولا عايز يعني ايه؟ انا هنا عملتها ايه؟ من ايه دي؟ دي بوضح لك الصوره ما فيهاش مشكله خالص. من ايه دي يعني ايه؟ انا راسمه من 3 ل 5 لكن انا مش عايز اخليها معادله ده خمسه. فكده انا هطلع رقم عشان ده رقم. انا عايز اطلع ايكويشن عامه. تمام؟ ما بحبش اعمل ايكويشن عامه. طب خليها بقى ده خمسه. بخليها من ايه مين؟ اكس. عايز اكس ده نفسه ايه؟ طيب اللي هو بعد كده اعوض فيه براحتي انا بقى. ما اخلوش خمسه، اخليه اكس. اكس دي بقى بطلع احطها هنا برقم او اثنين او ثلاثه تبقى معادله، انا عايز شكل ايكويشن. طب اخليها من ايه مين؟ اكس. لما اجي اعوض هنا بتطلع ايه؟ بص كده حضرتك لين ايه؟ اكس اوفر بي اوفر اي. وصلت؟ هتقول لي طلع طب ما هي الاكس دي هي الاكس دي؟ ما هو ده فاريبل وده برضه ده. هتقول لي بس احنا اتعودنا ان الحدود من كذا لكذا، من كذا لكذا لما اكون بطلع فاليو. لكن مش طالع فاليو، انا عايز اطلع ايكويشن، عايز اطلع معادله. اوكي؟ طيب ايه راي حضراتكم كده؟ يفضل فيها ايه؟ يتفضل بيه عندي كده؟ تاني كده على وشك النقطة. هحط ايه بقى؟ يبقى لين بي على بي نوت بتساوي ماينس رو نوت في جي على بي نوت تمام كده؟ لمين بقى؟ واي.
لو عايز اخلص من اللي بعمل ايه؟ اتنين وتلاتة. لو بقول لحضرتك اهو لين اكس بتساوي تلاتة. دي كده الجراف بتاع الحته اللي هي بتشخبط فيها براحتها كده. هو معنى ايه؟ يبقى بعمل ايه؟ بقول اي باور. تمام؟ طبعا ما جيش الشمال اقول اي باور والناحيه الثانيه واقع، لا ما ينفعش، لازم اعمل كذا في الاثنين. واقوم رافع الايكويشن دي برضه اي باور. يعني اكني برفع الايكويشن الباور بتاع مين؟ بتاع اي اللي هو الاكسبوننشال في الاكسبوننشال. تمام؟ يبقى ساعتها دي دالة عكسية مع بعض. الاي هي عكس اللينك. الاي هي مين؟ عكس اللينك، يبقى انا كده مين؟ اكس ايكوال اي باور 2. اللي هو بيقولها لحضرتك على طول. دورك هو ازاي؟ دورك لو عايز تخلص من اللينك اعمل ايه؟ ارفع الناحية الثانية باور اي. فاكر؟ ايه دي اصلا؟ ان الاي واللين اكس ده اللي عكس بعض. دي كنسلوها. تمام كده؟ يبقى انا اي اكس ايكوال اي باور 2. يعني الناس انا ما بحبش اعدي بس حاجه كده متوهه، يعني بقولها كده كده حته حته. ماشي؟ طيب يبقى هعمل ايه هنا حضرتك؟ اهو اي باور. وهنا برضه ايه؟ اي باور. يحصل ايه مع الاي واللين؟ ها؟ يحصل ايه؟ كنسلوا بعض. يبقى بي على بي نور تساوي اي ماينس رو نور بي على بي نور. عامة ما تقلقوش قوي من المسألة دي، لأن هي برضه مسكتنا احنا في إن احنا نسأل الناس ونعمل إيه، بس أنا مش هشرحها لك عشان هي لو أنا ما شرحتهاش على فكرة هتعمل لك مشكلة وهتبقى مش فاهمها وهتفضل عمال تدور على حد تاني. تمام؟ فهقفلها حاضر بس ما تفضلش حد. نعم. سيبوليشن دي اكسبوننشال فانكشن اللي هي عكس الليمت. اه يعني انت عشان بيبقى في حاجه اسمها لين اكلين وهي على طول دي كده حرف تاني اي باور اللي هو شيفت لين. تمام؟ ما عندهاش قبل كده الاكسبوننشال فانكشن دي، هي الدالة العكسية بتاعت الليمت اللي هو بيسموه كده ايه؟ سؤال، انت سمعت قبل كده عن حاجة اسمها اللوج الجزء بتاعها 10؟ سمعت عن كده قبل كده؟ بس كده الليل الجزء بتاعها ايه؟ اي باور 1 دي اللي هي 2.7 حاجة. ده كده بلاش تاني كده اللوج اللوج البيز بتاعه 10 اللوج البيز بتاعه 10 اللين البيز بتاعها زي ما قلت لحضراتكم المره الثانيه ما تقلقوش من فكره المساله ان هي دي مش ماينس بتاعنا ولا كده تمام؟ طيب لكن لو كانت سايبها حضرتك هتبقى عندك مشكله وانت بتعدي على الكتاب كده، طب انا مش فاهم مين، طب انا هجيبها منين، طب انا هعرفها ازاي، طب انا بشرحها لك في المحاضره السنه. تمام؟ كده خلاص خلصنا ان بي بتساوي بي نور بي باور ماينس رو نور جي على بي نور نور. سهل السؤال بقى، طب على ارتفاع 6 كيلو متر البريشر بيساوي كام من البي نور؟ اللي هو المستني بريشر يعني. على ارتفاع 6 كيلو متر هو عوض من ارقام الكتاب طلع البريشر بيساوي نص بي نور. ودي معلومه مهمه جدا لحضرتك. تعرفها كده بس. ان تقريبا على ارتفاع 6 كيلو متر مع العلم انه ما خدش تغير درجه الحراره في الاعتبار. تمام كده؟ على ارتفاع 6 كيلو متر تقريبا الضغط هو نص الضغط. فمعلومه حضرتك تعرفها. اوكي؟ كده الحمد لله خلصنا من الحته دي، نخش بقى على السيرف نفسه. اه ما دي حته كده قبل السيرفس. طيب ايه رايك حضراتكم يا شباب؟ يقول لك انا عندي هنا مورتيول ها ده سطح ثابت. دي صف ده خلاص. صف العجين، صف العجين دول هي دي جزيئات الساعه اللي احنا بنتكلم عنها، بس انا بعتها على بعض عشان انا هفش عليها. ايه رايك حضرتك؟ لو عندي اي مورتيول في الصف الثاني والثالث وهكذا، ايه الاخبار؟ ايه سيجما الفورس اللي عليه؟ دي زيرو. ليه زيرو؟ لان ده مشدود. بص كده حضرتك ركزوا معايا يا اسطى، دي مشدوده اللي جنبيها بالفورس دي، مشدوده فوق بالفورس دي، مشدوده تحت بالفورس دي، مشدوده يمين بالفورس دي. لو اتفرجنا عليهم هنلاقي ايه؟ دي عكس بعض ودي عكس بعض. خلاص جميل قوي. عشان كده السائل متزن واقف وهكذا. طب المشكله في مين بقى؟ مين بقى الصف اللي فيه مشكله؟ اعلى صف عنده مشكله. ايه هي المشكلة ببساطة كده؟ إن عليه فورس يمين وشمال تمام؟ ودي فورس الفيل بقى لتحت. ده
طب ايه رايك تخيل حضرتك فعلا ان انا عندي قوه كده بالشكل ده ومعلق فيها حاجات مشدها لتحت جنب بعض. هيبقى الشكل عامل ازاي؟ هيبقى سطحي كده؟ لا، هتلاقي السطح عامل ايه بقى؟ كده مشدود. مشدود لتحت كده، تحت كده مع الشد كده بقى سطح ايه؟ تنشن. فهي بيسموها سيرفس تنشن. سطح مشدود متوتر. متوتر يعني مش ريلاكس. مش ريلاكس زي بقيه الطبقات. تمام كده؟ السطح بقى اللي مش ريلاكس ده نقدر نحتمله ان هو فعلا سطح مشدود؟ ممكن تعملها النهارده لو عايز ساعتها تروح كده برضه، لان حاجات كده هتعملها النهارده عليك واجب كتير قوي في بيزنس كله ابلكيشن. تعمل ايه؟ بتجيب كوبايه ميه عاديه خالص وبمنتهى البساطه بتجيب الدفوس اللي هو ممكن زي الحط كده في الطرح او موس حلاقه اللي هو بيبقى موس لوحده ده مش المكنه الحلاقه موس حلاقه. تمام؟ والدفوس ده الدفوس ده ما بحطوش ميه كده لا، هجيبه على جنب خالص كده رايق كده واحاول احطه بالراحه على الميه. هتقول لي انا بحاول احطه بيقع. تمام؟ هقول لك على فكره اصغر بكتير. تمام؟ بتجيب حته منديل كريمكس وتحط عليها الدبوس. اوكي؟ وتسيبها تنزل تمسك من الطرفين كده وتسيبها تنزل في الميه براحتك. المنديل لما هيتبل هينزل لوحده، صح كده؟ وهيسيب الدبوس عايم على الميه. طب ليه بقى عايم حضرتك؟ عشان ده سطح شيء. ده سطح تنشن مشدود. نفس الكلام ده لسه اللي مسكت حلاقه. هتقول لي طب لو انا مسكت الدبوس وعملت كده. طبعا ده هيحترق ليه؟ بس خلي بالك على هو بيختار السطح لو قدرت تتفرج عليه بالتفصيل في اول حته هتلاقي بيعمل حاجه غريبه قوي. هتلاقي السطح هو عامل كده وانت مش نازل الدبوس فعلا بالراحه كده. عارف هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان السطح بيتقلي تحت سنه. لو ركزت كده وقربت هتلاقي وانت بتنزل كده السطح فعلا بيعمل شكل جلد. لغايه لما انت تبقى الفورم بتاعتك اقوى اخترقت السطح. تمام؟ ومن هنا بقى عندنا ظاهره غريبه جدا. في الكوره وفي في عند الاحتماليه اقرب جنبيها ترع دي ظاهره صعبه جدا عندهم بالذات في الصيف طبعا اكتر في الشتاء هي حاجه اسمها انتشار الناموس والبعوض وما الى ذلك. ليه؟ ده غزاره رهيبه وما بيعرفوش يخلصوا منهم الا بحل واحد يحط حاجه اسمها الكيروسين. كيروسين ايه كانت كيروسين؟ يحط على وش الميه وعلى وش الميه. ليه بقى؟ البعوض او الناموس ده حاجه خفيفه جدا. حاجه ما بتبانش. فبيعرف يطير ويمشي وكل حاجه وبيضع البيض بتاعه نفسه على وش الميه. شوف بقى اكتر كده حاجه يعني عايش على وش الميه. طبعا يفس يطلع من كميه ناموس رهيبه ما بيعرفوش خاصه الا بقى لو يطلع في البلد كلها عشان يخلص. وده مش هيحصل. يبقى يعمل ايه؟ يجيب كيروسين يحط على وش الميه. هو الكيروسين بيعمل ايه؟ كل حكايه للميه فيها سيرف سيرشن فيها رقم وليها شكل كده. يقوم جاي لير ثانيه ماتيريال ثانيه لا كفه خالص. ملهاش سيرف ستيشن. سيرف ستيشن بتاعها عالي كتير. لو كده يحطها على وش الميه ولما يجي البعوض يجي يقف ويوصلها يموت. تمام؟ ولا حل شهير جدا. يبقى بالتالي ما بقاش فيه بيض اللي هو يقدر يقفل بعد كده وفي نفس الوقت ما بيبقاش ايه؟ هو نفسه بيغطس فيها فبيموت. ان هو اتبع الميه بيعيش عليها عادي خالص. سؤال بقى هل الناس اللي عملت كده هي مدركه اللي احنا بنقوله ده؟ لا هو مش صعب خالص. ولو انت لقيت الشحاره على فكره هو مش ملوش دعوه بانت بتقول. بس هي اسمها كده خبره الحياه. الناس دي اتعملت الكلام ده مع السنين مع خبره الحياه مع التجربه سواء طلعنا كده بيقعدوا يجربوا حاجات كده لغايه لما حاجه تضرب معاهم تتواصل ايام بعد. تمام؟ لكن انت بتاخدها من ناحيه ايه؟ لا ملوش دعوه تصليح سيرفيس بتاع ميه فمش ماسك بعض. مش مشكلة، احنا بالنسبة لنا متعودين انها دي او جامعة احنا متعودين عليها، فانا بعودك عليها برضه،
تعود انك تشوفها تي او جاما مع بشر تمام كده؟ يبقى تي اللي هو البروفيشنال اوف سيرفيس جاي من كلمه تنشن يعني جاما ترانس سيمبل تي او جاما التعريف بتاعها ايه؟ فورس بيرلنس اللي هو الفورس المؤثره على الفورس. حتى القانون الوحيد لا في قانون ثاني بقى وده اهم منه قانون ثاني هنثبته كده بسرطين بالظبط مش هياخد مننا شغل التنشن. سؤال بقى قبل ما نثبت هو الوحده بتاع السيرفيس تنشن بايه؟ هنا نيوتن بير ميتر. طيب نكتب بس ده ايه؟ تي هي هي الجاما هي هي الكوفيشن او سيرفيس تنشن. طب وبالتالي عندي مشكله يعني معنى كده الميه بتاخرت الحاجه ولا مش عايزه تدمر وراها؟ بص بقى خلي بالك الحته دي ما هو ده معنى ان هو مشدود بالشكل ده معنى كده انه بيلف لورا صح كده؟ عشان كده سألتكم سؤال في أول محاضرة، وأنا لما أجي أحط الغسيل بحط المنظف لتنظيف الهدوء بس ولا حاجة تانية أهم من تنظيف الهدوء؟ إن المية بطبيعتها بتلم الورق. تمام؟ يعني السيرفس ستيشن بتاعها عادي على فكرة، طب مش عايزة تخترق الهدوء. أوكي؟ فبيضطر يحط عليها إيه؟ مادة تفقدها خاصية أو تقللها تماما. فلما يفقدها الخاصية دي المية تخترق كل الهدوء من تفاصيلها فتعمل عملية تنظيفها. يبقى استخدام السائل بتاع التنظيف ده حاجتين مش مجرد المنظف بس، لان المنظف كنا عشان اقلل خاصيه السيرفر. تمام؟ ده احنا هنرد على حاجه تانية قلناها في اول محاضره في السيرفر. طيب نخش على الاثبات التاني عشان كده بالنسبه لنا خلصنا دي. نخش على الاثبات التاني اللي هو بتاع القانون التاني يجيب ازاي؟ بمنتهى البساطة كده يا ريت كده تركزوا معايا في اللي انا هقوله ده. انا بجيب سلكة بجنيها بالشكل ده سلكة بايعة اللي هي ده سلك الدابوس بتاع المحكم ده اللي هو الشنكة اللي هي بتتمسك فيه الورق. طيب واجيب واحدة ثانية كده واخليها عليها بس فري تو موف يعني انا اصلا مش مقيدين ببعض. لو كونت شوية مية بصابون زي الغلاوة كده وقمت ماسك الديزاين ده كده هيبقى مش هيحتاج فعلا بتكسر يا ريت لو فعلا تشوفها بنفسك يعني هتبقى على فكره شعور مختلف خالص. ده حقيقي لو انا كنت لو انا كونت الديزاين ده كده قمت جاي بالراحه خالص قمت منزله كده على وش ميه صابون هيحصل ايه؟ هيحصل ان هيمسك فيه هيمسك في دي كده هيمسك فيها طبقه خفيفه قوي من الميه الصابون اللي هي زي اللعبه مش هي نفس فكره اللعبه بس اللعبه تبقى دايره مقفوله فانا مش عايزها مقفوله انا عايزها في حته متحركه. اللعبه اللي بعد كده دايره وفيها ميه صابون مش انا بعمل كده تطلع فعلا في نشاط لما انفخ فيه بيكون لي بابلز تمام نفسك بس الحته بقى اللي انا مش عايزها كلوزد كده انا عايزها دايره يعني زي الفكره بس في حته اتحرك اتكون عندي غشاء ميه صابون. ده سؤال هنرد عليه حالا بعد شويه هو بيتكون كام غشاء ميه صابون؟ دي مفاجاه غريبه قوي بيتكون غشائين في ظهر بعض تمام؟ ده أربعة طبق يعني أكيد أنت تقول إن في طبقة قدام وفي نفس الوقت طبقة تانية من ورا. يعني لما أجي أتعامل معاها بعد شوية وأنا بتكلم أكني بالظبط بقول إن أنا عندي ورقتين في ظهر بعض. هتقولي بس شكلهم ورقة واحدة، لا هما ورقتين في ظهر. أكيد كل حاجة بقول ورقتين في ظهر. تمام كده؟ ده اللي بيحصل فعلا يا جماعة. هي لكن أنت مش مجمع ليه. سؤالي بقى لحضرتك بمنتهى البساطة كده، لو أنت كده إيد كده خفيفة حاولت تشد ده كده شوية، بس هي طبعا شده كده انت بتتكلم مع بتتعامل مع انشاء اصلا هو خفيف جدا لو انا شديت ده بالراحه وسبت الدايره هيحصل ايه؟ هيرجع ورا تاني يجي فيش السكه يا لهوي خلاص ده ليه مش هتسكت ورا ورا فاكر الصوت ده فاكر الصوت ده يبقى دخلنا كونسيبت اسمه ايه بقى؟ بوتنشال لما شد بالراحه قوي واسيب الايه هيرجع تاني اشد اكتر بالراحه طبعا مش هينفع بقى طبعا حاجه رهيبه جدا بس لو جربتها فعلا بنفسك وبالراحه خالص شديت سبت ايديك ورجع تاني ولا هتشعر شعور مختلف تماما مهما اتفرجت على دي كويس تمام؟ حتى ياسين كده شعورها في الجيزه عايزين نعرف ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ ان انا لما يكون عندي مشاكل ده
هتغير في مساحه دي عايزين نلعب اللعبه دي. طيب لما اجي اقول لك احسب لي الشغل اللي منظور بالفرصه دي هتقول لي ايه؟ هتقول لي ده عباره عن ايه؟ دي اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يعني انا لازم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا انا اللي بدلت الشغل ده صح؟ يبقى ايه؟ انا اللي بدأت الشغل. طب السيستم بقى اكبر ايه؟ السيستم هو ايه؟ السيستم ظاهر عليه دور اكنها اكس. مش بعد كده؟ دي نفس فكره سبرنت. لما اجي اقول لك الشغل اللي بيجذب الفورس بتاعي السيلف استنشن. الفورس نفسها هتبقى بص ولا بنيجي؟ نيجي يعني هتبقى ماينس اف بمين؟ بديز. بص كويس الشغل اللي انا عملته يعني الشكل اللي انا بقول لك احسب لي الورك اللي انا شخصيا عملته لازم يكون مصدر انا اللي عامل الورك ده. بس لما انا اللي عملته يبقى السيستم خده من ايه؟ من ايه؟ السيستم خد الشغل من ايه؟ من ايه؟ الاف دي بقى شيلها احط مكانها. ها؟ جافا ان ها؟ اه كل يوم انا واضح ان مش حاجه ثانيه ده بقول لك حاجه اهو ماينس اهو ها؟ جافا ان في مين؟ بس هسألك بقى سؤال انا قلته من شويه لما اجي اقول لك هو التغير في الاريا بيساوي كام؟ هتقول لي ايه؟ انا عملت ايه؟ مش الاريا التغير في الاريا هي الاريا دي كانت دي لما شديت شويه حصل ايه؟ ظهر عندي ها ال بدي اس في انهي وش بالظبط؟ ده في وشين ده في ورقتين في ظهر بعض ده في تو سوق فيلم في ظهر بعض الكلام ده بيحصل يا جماعه مع السوق بابل او فيلم فقط. دي خاصيه غريبه جدا بالفعل اكتشفوا ان بيتكون طبقتين في ظهر بعض يبقى كل حاجه فيها ضعف كل افكت فيها ضعف يبقى لما اقول لك دي هي اليمين هتقول لي 2 ال في دي اس واكتبها عندك كده كانهم عشان بيتكون طبقتين في ظهر بعض. هتقول ازاي؟ يبقى كده عندي هنا اريا وظهرها الناحيه الثانيه اريا ثانيه. دول تاني مرة تانية زي ما بقول لحضرتك اكيد بقول لك بالظبط انا عندي ورقتين اهو اهو انت شايفهم من بعيد ورقه واحده لكن هما فعلا لا هي دي ورقه ودي ورقه بس عشان هما نفس المواصفات فانت شايفهم ورقه لكن هما فعلا ورقتين اهو نفس الفكره دي. طيب يبقى لما اجي اقول هنا بقى هو الورك ده هيحتاج يتضرب في مايك من الفيشتين ولا لا؟ ها؟ اه ما هو الفرصه بتاعت الشكل دلوقتي ما بقتش فرصه واحده. صح كده؟ بقت ايه؟ تو فرصه. هو بقى عندي كام حاجه بتقاوم يا شباب؟ طبقه واحده بقى عندي طبقتين بيقاوموا. تمام كده؟ طب ايه راي حضرتك بقى؟ لما نكتبها كده بصيغه اخرى ها دي دم بتساوي ماينس جاما واقول لك 2 ال دي اكس بين قوسين. انا حطيت دول بين قوسين ليه؟ عشان اشيل 2 ال دي اكس احط مكانها مين؟ يبقى دي دم بتساوي ماينس جاما في مين؟ في دي تمام؟ طيب حد فاكر التغير في البوتنشال انرجي بيساوي ايه؟ دي يو بيساوي كام؟ ماينس اف ماينس الشغل المنزوم صح كده؟ حتى لو كتبتها على الصيغه دي بس هي ماينس يبقى دي يو بيساوي كام؟ جاما في دي جاما فين؟ في الدي ال، يعني جاما ليها قانون تاني، جاما بوتنشال ليها قانون تاني هو دي يو باي دي ال. هل ده ممكن يفسر لي بقى ليه الحاجات بتاخد شكل كرة؟ ها؟ يا حسام انت بتفكر ازاي فكر بس يعني فكر احسن شوية يعني. هو فعلا في مفهوم صح لو هنتكلم الحقيقه لو انا عندي طبقه زي كده بص تخيل حضرتك قطره المطر اول مطلوعه من السحاب. طب ما سمعتش ماشي اه بس تخيل اول مطلوعه هل هي واقعه يعني نازله كوره كده؟ لا طبعا اكيد بيبقى ليها حاجه شكل وبعد كده بيتظبط صح؟ تخيل حاجه قطره المطر دي لو هي من الاول كانت نازله كده اول ما لقيت السحاب بيحصل ايه؟ بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ايه بقى سيرف ستيشن؟ كله بيشد لجوه. طب تخيل حاجه كده لو حاجه كلها عماله السطح بتاعها يتشد لجوه من
جميل النوعي. ها اسري هتوصل الواقع المتصل اللي هو شكل ايه؟ شكل هتقولي بس على فكره ساعات اللي هو كده يبقى شكل قبل اللي هي بنسموها شكل الكوبايه اللي هو بيبقى من فوق كده صغيره شويه ومن تحت تخين. لا ده بقى تاثير الجاذبيه. ده موضوع تاني. يعني فالسيرف ستيشن خلاها كوره لكن الجاذبيه خلت حته تحت اكتر من حته فوق. تمام؟ كل حاجه متصلة يا جماعه والله. مش عارف انتوا عايزين تعملوا ايه. طيب طب نفصل بقى حته مهمه قوي. طب ليه برضه بتاخد شكل كوره؟ هتقول لي ما انت قلت لنا خلاص ده لك المفهوم الفوز. ما ينفعش ولا المفهوم البوتنشال هنا هو انا مش سالتك قبل كده سؤال في المحاضره من زمان كده قلت لك هو انا ايه لما برد برجع تاني لوحدي؟ لان وضع الاتزان لاي جسم في الدنيا هو المينيمم بوتنشال هنا. اقل وضع بوتنشال هنا اللي هو وضع الاستقرار بالنسبه لي. تمام؟ استقرار بالنسبه لاي كائن في الدنيا. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لحضرتك دلوقتي هو عشان ده يبقى مينيمم بوتنشال هنا مع ان ده ثابت يبقى لازم يبقى ايه؟ اقل مساحه مستقبل. عشان الجسم اللي بنتكلم عنه فيه توتر سطحي عشان يبقى اقل طاقه وقت. تمام؟ يبقى لازم يكون ايه؟ تخيل حضرتك كده تخيل بالونه. مثلا طبعا بالونه. وانا لما اخد البالونه لو انا اديتها فرصه ان الهواء يخرج منها هتفضل منفوخه ولا هتفضل هتفضل خالص؟ ليه تفضل خالص؟ هو ده الوضع هنا والبوتنشال هنا بتاعتك ان مفيش شد ما بين الممبرين بتاعتك. لكن طول ما انت عمال تنفخ هي مشدوده قوي. هي بالظبط بالظبط اللي احنا ان شاء الله ولا بالونه. فعلا تنفخ انت عمال تضغط هواء الغشاء عمال يتشد. هو كده ستيبل؟ هو كده مستقر؟ ده وضع الاستقرار لو انت اديته الفوق يعني انت ايه؟ بتلعب كونين ادي له فرصه الحريه ما تبقاش حابس الهواء وشوف هيحصل ايه. لو هو حتمان مش حابس الهواء وفضل زي ما هو يبقى هو ده الوضع بتاعه هو ده وضع الاستقرار بتاعه اللي عايز يوصله. لكن حضرتك اول ما بالونه تاخد فرصه انها تفضي الهواء فيها بيفضل تماما وترجع لوضع ايه؟ وتفضل عليه ان شاء الله رب سيبها سنتين تفضل بالشكل ده يبقى ده وضع الاستقرار بتاعه. نفس الكلام هو وضع الاستقرار مينيمم بوتنشال ده بالنسبه لاي جسم مينيمم بوتنشال عشان يبقى مينيمم بوتنشال يكون اقل ايه؟ زي البالونه باقل مساحه سطحيه يمين بقى شكل الكروت شكل الكروت. لو انا بتكلم على تو دايمنشن يبقى شكل دايما ده شكل مستطيل ولا مربع ولا حاجه. لو بتكلم على شكل مجسمات 3 دي اقل سيرفس اريا هو مين؟ هو السكوير. تمام كده؟ طيب السكوير هو مين؟ شكل الكوره سفير في 3 دي وشكل الدايره في 2 دي. اوكي؟ وده بيفسر بقى ليه كل حاجه من قابلة للحركه بتستقر على شكل اللي هو السيمتريكال بتاع كوره او لو 2 دي تبقى دايره. اوكي؟ طبعا الحمد لله كده احنا وصلنا في الحته دي ممتاز. شيء جميل قوي. حد يسمع قبل كده لما يقعد جنب نافوره جنب نافوره والميه كده تحت النافوره تقعد تحاول جنبها كده شويه. يقول لك ان المكان اللي جنب النافوره ده بيبقى دافي شويه. سمعنا المصطلح ده قبل كده ولا محدش عدى عليه كده؟ طيب سمعنا مصطلح يقول لك لما الدنيا بتمطر بعد المطر الجو بيفتح شويه. طبعا الحمد لله. ما هو ده نفس فكره النافوره. طب ايه اللي بيحصل لما الدنيا بتمطر؟ هتقولي بس الميه بقى تنزل تحت الهواء معاها بس الدنيا ساقعه. ده كلام سليم ده؟ هو الميه لما تنزل بيحصل ايه؟ وده كان عندنا في مصر ممتاز النظام ده ممتاز في مصر بالذات يعني هم ما بيصرفوش الميه فالنظام ده ممتاز. يسر ايه؟ يسر ايه؟ على دي كتير حلو ساعه وسعه ممتاز لو ساعه وسعه دي يجي عندنا في مصر بعد المطر ساعه وسعه دي هو ايه اللي حصل؟ انا عندي قطرات ميه صغيره لما هتنزل هتتجمع ايه؟ لميه على بعضها كبيره. طب ما هي مشكلة طب ما هي المية دي كانت المية دي المية دي بس لا هي في مشكلة هو الحجم بتاع الكور دي هو اللي هيعمل الحجم بتاع المساحة الكبيرة بتاع الشيء الكبير ده لكن السيرفس اريا مش هو نفس السيرفس اريا. تمام هتقول يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه؟ لو جبت علبة فيها 12 قطعة شوكولاتة الاريا السيرفس اريا بتاعت العلبة نفسها من بره هل هي نفس السيرفس اريا بتاعت كل الكفرز بتاعت الشوكولاتة لو انا خدتهم كلهم يبقوا نفس المساحة؟ طب نفس الحاجة؟ نفس الحاجة. بدليل ان انا بحط 12 قطعة شوكولاتة يلموا العين. يبقى نفس الحاجة. لكن سيرفس اريا؟ لا مش نفس سيرفس اريا.
دول يعني في كده كوب كده شغلاطة 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 كلها حطوهم كلهم افردهم وشوف كده لما تفردهم بأي طريقة تعجبك هل هيكون نفس السيرة الثانية؟ لا طبعا ده هيبقى أفضل بكتير من السيرة الثانية بتاع مين؟ هي دي اللعبة اللي هنشرحها حالا في المسألة اللي هنحلها دلوقتي. نعم حاسس بس رسمة كده لما جبت الأول وأنا تخيل هنديها رسمة دلوقتي والله قارورة كده بعد الناس مليئة كلها قوة تنس يعني دي ممكن نعملها يعني مش هي عادي خالص هي زي ما تحط فيها سمك احيانا على حاجات كده شكل كده يبقى شكل كروي لو جبت قوة تنس او قوة بينج بونج وقعدت املاها بالكامل خلاص خدت مني كام واحدة نفترض انا تخيل انها خدت مني 100 كورة 100 كورة ممكن حضرتك تقول لي ايه العلاقة ما بين الفوليوم بتاع ار سمول والفوليوم بتاع ار كابتا وايه العلاقه بين الاريا بتاع ار سمول والاريا بتاع ار كابتا ار كابتا هي الشكل العضلي ار سمول هي القوه الصغيره ممكن حضرتك تقول لي ايه العلاقه بينهم؟ هو انا لما حطيت ال 100 كوره مش هم مالوا الحجم؟ مالوا الحجم كله؟ كله؟ دي قرارات بينهم بسيطه قوي بس سهله تمام؟ اللي ممكن بدل ما اشرح على كوره اشرح على مربعات او بتاع يعني زنانين. تمام كده؟ طيب بس انا بقول كوره عشان بس اقرب حاجه لفهم. ماشي؟ لما حطيت 100 كوره يا شباب عملوا ايه؟ مش مالوا الفراغ كله؟ يبقى الفراغ بتاع ال 100 كوره مش هو نفس الفراغ بتاع الشكل الجديد؟ حلو دي وبالتالي ما عندناش وقت كلام. يبقى الفوليوم بتاع ار كابتن معلش هعكسها عشان في مظبوطه يعني. الفوليوم بتاع ار كابتن هو مين؟ ها؟ هو ان في مين؟ في الفوليوم بتاع ارسنال حجم الكورة الكبيرة بيساوي عدد في حجم الكورة الصغيرة سهلة دي؟ سهلة طب تعالى بقى نتكلم على الإيه وبرضه خلينا نتكلم نعكس عشان نشتغل بالكبير أوي هنقول أهو عشان هحاسب أهو ار كابتن إيه علاقته بارسنال؟ هل هما إيكوال؟ إيكوال العدد؟ لا مين اكبر؟ مين اكبر يعني ايه؟ يعني لما اضرب ان بص كده حضرتك لما اضرب ان في لما اضرب ان اهو في الاريا الصغيره هل ايكوال ولا اكبر منه ولا اصغر منه؟ طيب ممكن نفهم من على الرسمه نفسها؟ ايه راي حضرتك؟ هو مساحه السطح اللي هو مين؟ السطح بقى نفسه تمام كده؟ طب تبص كده على الحته الحمراء دي دي ايه؟ دي مشترك ودي مشترك ودي مشتركه ودي مشتركه وهكذا كل دي كده مشتركه بين السطحين صح كده؟ ها تمام؟ لو انا فضلت ماشي مع كده داير داير كده من جميع النواحي كده خلاص كده الحتت الحمراء كلها بتمثل الاريا بتاعت السطح الكبير لكن كل كوره منهم فيها قد ايه لسه باقي قد ايه؟ ده كتير بص الاكبر من الاكبر من النص بص حضرتك كل لزق الباقي ده زياده. كل لزق الباقي ده زياده، كل لزق ده زياده، ده غير بقى كل الكور اللي جوه مسحتها. وصل يا ريس؟ ها؟ تمام كده؟ يبقى مجرد مشتركين في السطح بس في حته صغيره. وده اللي حصل في عيب الشوكولاته، لو انت جايب عيب الشوكولاته فيها 12 قطعه، هم مشتركين فين؟ في السطح من فوق لجوه، في الجناب بس طول ما انت ماشي مع العيب. طب كل الباقي بتاع قطع الشوكولاته ده ايه؟ يبقى اكبر؟ ده اكبر بكتير مش اكبر بس بص حضرتك كده ده اكبر بكتير الحته دي بقى هي اللي بتعمل فكره ان الدنيا تبقى اسفه ولا الدنيا تبقى اسعى؟ هي دي بالظبط كده هقول لك ازاي هتقول لي بقى ازاي؟ هقول لك حالا ازاي لما نقرا السؤال مع بعض. انا عايزك تفهم كده صيغه السؤال. يقول لك ذا وورد ده اسمع كده الجملة وافهم كده فيزيكس. The world dump in spray شغل المخزون in spray a spherical drop of water 1 مليمتر radius into a small droplet عايز بطلة مية كبيرة اقسمها ليه؟ ها؟ لقطرات صغيرة of equal size is 8.143 microjoule الشغل المخزون عشان اعمل عشان اقص احول 8.143 مايكرو جول. الكرة الكبيرة كانت بكام؟ R1 كان بيساوي 1 مللي.
عايز احولها لقطرات صغيره equal كلهم قد بعض تمام كده the number of the droplet equal n بتساوي كام يبقى لو انا حجز بص كده the work done اه work done يعني ايه شغل انا بذلت طاقه هديها عشان يحصل ايه بص ركز بقى مع الجمله دي انا هدي طاقه عشان يحصل ايه عشان افصل واحده كبيره لايه صغيرين طب عارف المطر بيحصل ايه المطر بيحصل العكس عندي صغيرين كتير بيلتموا في واحده كبيره ها يبقى انا هديله طاقه عشان يحصل ولا هو اللي هيديني طاقه نتيجه التجميع هو اللي هيديني هنا نتيجه التجميع وبالتالي وجودك جنب اي قطرات منفصله بتتجمع فما تسحبش على بعضها لازم مكان يبقى كله ده في ايه؟ في فرق كبير في الطاقه بيطلع كده تمام كده؟ نعم بس الشلالات فيها خطوط مختلفة، الشلالات دي أصلا مية ماشية مع بعضها بس ونزلت بس هي نازلة برضه مع بعض. لكن هي فعلا هي فكرة النافورة فكرة النافورة لأن طلعت مية وعمالة تنزل تجمع في الأرض على بعض. وفكرة النافورة وفعلا بعد ما مضت الدنيا أكتر شوية. دي حاجة معروفة. طيب نحلها إزاي؟ يلا إيه السطر اللي هتبقى؟ يلا إيه السطر اللي هتبقى؟ هو الشغل المكتوب بيساوي كام؟ ها الشغل المكتوب بيساوي كام؟ يساوي جاما في دي في دي ال حلو قوي هنا بقى هنا هي دي ال كيس علشان عندي كوره كبيره تحولت لايه؟ كوره صغيره تمام يبقى مين فاينل ومين انرجي؟ صغيره يبقى ان في اريا ار ماينس اريا ار هو ده كده بص ولا رجل؟ الاريا الكبيرة اتحولت ايه؟ الاريا بتاعت الكوة ايه؟ بتاعت الكوة الصغيرة؟ حلوة، ده كده مين؟ لينا. طيب، ايه اللي جبن وايه اللي مش عندي؟ ها؟ ركز معايا بقى، أنا عندي ده. صح؟ والجامعة بتديهالي معامل ضغط صافي من دول. وبيديني ار كابتن فين؟ ار كابتن ايكول. ها؟ لكن ما اداليش ار سكور. ولا اداني عددهم. يبقى عندي كام ار نقط؟ حلو قوي. ايه رايك يا حضرتك؟ محتاج ان بتساوي كام؟ ومحتاج 4 باي ار سكوير محتاج ار بتساوي كام؟ يبقى محتاج كام ايكويشن؟ ها؟ 2 ايكويشن. ايه هم بقى جيبهم ازاي؟ بص بقى ركز معايا، دي كده خلاص مالهاش حل تاني، يعني الحته دي ما فيهاش ايكويشن تانيه. تمام كده؟ لازم ارجع لمين بقى؟ لهندسه الشكل. طبعا هندسه الشكل العلاقه دي ما فيهاش ايكوال. العلاقه دي ما فيهاش ايكوال، لكن عندي علاقه فيها مين؟ ايكوال. العلاقه دي بقى بتقول ايه؟ بتقول لحضرتك ان 4 اوفر 3 باي ار كيوب يساوي كام؟ يساوي ان 4 اوفر 3 باي ار وانا عايز استخدمها على طول طول ما انت عايز الحجم بتاع الكل هو حجم صغير في عدد دي حاجه في قاعده مالهاش علاقه بقى كوره ولا مكعبات ولا زي ما انت ده بص تعالى هتقول لي طب انا اجيبها منين؟ انت سمعتها قبل كده خلاص لو ظهرتها في اي حته في اي مساله استخدمها تمام كده؟ طب هنا اقدر اوصل لايه؟ ان دي ناحيه مع دي كده صح كده؟ ويطلع لي بقى ان ار بتساوي كام؟ كيوب الروت لا كده بقى عندي ايه؟ ها؟ كده بقى عندي ايه؟ بقى عندي هنا ايكويشن بار ار فاكتور بار وعندي هنا ايكويشن ثانيه من تو ايكويشن دول اقدر اطلع ان بالظبط. تمام؟ المره الاخيره بيقول لك ورك دان تو سبراي يبقى انا اللي محتاج ادي طاقه عشان ده يحصل. صح كده؟ يبقى العكس يديني ايه؟ العكس هو اللي يدينا ايه؟ طاقه. المساحات الصغيرة لما تجمع المساحة الكبيرة يطلع فرق كبير في المساحة. الفرق في المساحة ده بينظروا انرجي. الانرجي دي هي اللي بتطلع عليها. تمام؟ اوكي. مكملين ولا نكمل؟